اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه، اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وسقي الميزان بالحسنات وثبت اقدامه يوم تزول الاقدام، اللهم آت لاقربائه صبرا جميلا وعلى صبرهم اجرا عظيما وعلى صبرهم اجرا جزيلا وخلفا صالحا وعوزا كاملا في الدنيا والاخره. اللهم اجعلنا وجعله من المغفورين، اللهم اجعلنا وجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا لله وانا اليه راجعون.